ثم أدخلوا جسد المسيح في القبر ودحرج حجر عظيم، وطلبوا طبعا إذن من الوالي الروماني بيلاطس أنه يختم القبر حتى لا يسرق، وطبعا هذا دليل أنه المسيح فعلا مات. وطبعا القبر هو قبر عائلة، عادة بعد سنة بيأخذوا الرفات ويضعوها في أشورز اللي هي صندوق إما من الفخار أو الحجر. هذه العادة كانت تمارس في القرن الأول في أيام المسيح بعد سنة، أي انتهاء سنة الحداد على الشخص. وهذا الحجر الكبير حتى يمنع أيضا دخول الحيوانات الشرسة لألا تتهم الجسد. هذا كله أحبائي لتتميم النبوة التي قيلت في إشعياء النبي أنه جعل قبره مع الأشرار، فعلا اتصلب مع الأشرار، ولكن عند مع الغني عند موته، أنه استعار قبر غني فقط لويكند، يعني لنهاية الأسبوع لثلاثة أيام، ثم قام من بين الأموات. فدفن يسوع المسيح حتما أنه مات، وأنه في العقيدة المسيحية أن المسيح فعلا مات لخلاص البشر. من قرية الناصر أنا بحييكم أنه فعلا ندرس كلمة الله.